رفع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العلم العراقي أمام مستشفى الفلوجة وسط المدينة، معلنا بذلك استعادة كامل الفلوجة من سيطرة تنظيم داعش. وأكد العبادي أن الوجهة القادمة للقوات الحكومية هي استعادة الموصل والحويجة من سيطرة التنظيم. وفي إشارة إلى حكومة المالكي، بيّن العبادي أن العراق يشهد اليوم مرحلة جديدة يتم فيها إصلاح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة السابقة، داعيا من الفلوجة إلى مصالحة وطنية شاملة على حد قوله، مضيفا أن عملية إعمار المدينة ستنطلق قريبا لتسريع عودة أهلها إليها. هذه شوفوا الأخطاء اللي قام بها بعض الساسة للأسف، اللي وصلونا لهذا، شوفوا حجم الدمار. كم يحتاجون من الوقت حتى نعيد؟ إن شاء الله نعيد بهمتنا، إن شاء الله بهمة الأبطال، بهمة المواطنين، راح نعيد إعمار المناطق ويعودون المواطنين مرة ثانية. بس نريد نمنع عودة الإرهاب مرة ثانية، أن لا يكون داعش من نوع جديد ولا يكون إرهاب من نوع جديد في مكان آخر أو في أماكن متعددة. إحنا الآن ندعو إلى مصالحة مجتمعية، مصالحة وطنية، ونطلقها الآن من الفلوجة دعوة إلى جميع أفراد الشعب العراقي، جميع القوى السياسية، نحو مصالحة مجتمعية، مصالحة وطنية، حتى نعيش معا في هذه البلاد الطيبة تكفينا جميعا، فيها الخيرات تكفي كل أبناء الشعب العراقي وكل الجماعات. لا داعي للصراع على الثروة ولا داعي للصراع على الأرض.